بجدد التحيه لحضراتكم، وبرحب بالاستاذ علي ابو شادي الناقد السينمائي والباحث السينمائي الكبير والحسيات الهائله اللي احنا شفناها على الشاشه دلوقتي من مسؤوليات و مش عايز اقول مناصب، لكن يعني مسؤوليات الحقيقه، مسؤوليات الحياه كبيره. احنا شفنا دلوقتي حالا ده مشهد من افتتاح استوديو مصر، استوديو مصر سنه 35. تمام. وكان الفنان الكبير الراحل سليمان نجيب هو اللي كان بيتكلم بيعلق على هذا، بيعلق عليه. انا قلت من شويه في كلامي في المقدمه انه صناعه السينما، امتلاك ادوات صناعه السينما بدا من الحرب العالميه الاولى. انا ما عنديش تاريخ بالظبط، لكن الايطالي امبرتو دوريس فتح استوديو اسمه استوديو النوسا سنه مش عارف يمكن 1915. اذا احنا قدام تقريبا قرن من الزمان كامل في الـ 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 الصنعه، في المؤسسات او اهم ادوات الصنعه اللي هي الاستوديوهات. الرحله الطويله دي بقى يعني الاول نعدي عليها كده بسرعه، تقول لنا استاذ علي الرحله دي كان شكلها ايه، وهل فعلا استوديو مصر شكل انتقاله كيفيه مهمه جدا سنه 35 لما ظهر؟ طبعا بالتاكيد. يعني اولا بشكرك على التقديم الكريم اللي عملته، يعني تسلم لي. يمكن الفرق بين اي سينما وسينما، كلمه سينما مصريه تعني ان هناك بنيه تحتيه. نعم. البنيه التحتيه اللي هي بنتكلم عليها الاستوديوهات ودور العرض، دي اللي هي البيز الاساسي او الاصل في ما يطلق عليه كلمه سينما. نعم. اما ما عدا ذلك في دول بتنتج افلام، يبقى افلام تنسب لاي دوله، يعني ممكن تكون افلام مثلا سعوديه. لكن ما فيش بنيه تحتيه في السعوديه، ما فيش بنيه تحتيه في البحرين، افلام تونسيه ما كانش فيه. اول ما يبقى فيه بالبيز الاساسي اللي هو الاستوديوهات ودور العرض، انت هنا قدام أداة الصناعه الاساسيه، صناعه السينما الحقيقيه. نعم. يمكن حضرتك اتكلمت عن امبرتو دوريس. امبرتو دوريس ما كانش عنده استوديو بالمعنى اللي احنا بنتكلم عليه بدايه، ولا حتى بالمعنى لا، يعني اقصد اقول ان هو كان معظم تصويره كان خارجي. ما كانش في الاستوديو، الاستوديو معمول عشان في حاجات كتير قوي غير التصوير الخارجي، ان هو خارج الاستوديوهات، يعني بيسموه خارج الاستوديوهات. اول استوديو تم فيه تصوير داخلي كان استوديو النزهه الباكوس في اسكندريه سنه 17، اللي عملته شركه اسمها الشركه المصريه الايطاليه. انشئت بدعم من بنك روما سنه 17. الشركه دي والله يا استاذ جمال يعني دي سنه 17، يعني سنه 17 القرن. احنا النهارده بنعمل احتفال معاك ب 100 سنه على اول استوديو في مصر. اهلا بحضرتك تحتفل معانا فعلا. يعني النهارده هذه الشركه الحقيقه يعني بصفتك رجل سياسه ايضا في تصور انها كانت شركه، يعني طبعا الشركات السينما في الفتره دي كلها كان معظمها اجانب. كل الفنيين كانوا اجانب، المساعدين كانوا مصريين بس في فعلا يعني اورفيلي برضو الطلياني كله كان يعني الفيزي اورفانيلي في توجو مزراحي، بس توجو مزراحي مولود في مصر. بس كلهم كانوا حتى لما توجو مزراحي يهودي مصري، يهودي مصري مولود يهودي مصري. في مصر اظن في كوس فين يعني اسكندراني سنه كذا 1800 وكذا عمل هو كمان استوديو. طبعا عمل استوديو في اسكندريه بالاول هو الفيزي. بس الشركه دي انا لازم اقول يعني عندي يعني شيء ما تجاهها حقيقه. هي طبعا عملت فيلمين واتقفلت، اللي هي بتاعت الشركه المصريه الايطاليه اللي هي اصلا اللي بنقول عليها اول استوديو سينمائي اللي هو النزهه في اسكندريه. النزهه في باكوس في اسكندريه اتصور فيه داخلي. نعم. اتصور فيه فيلمين وفيلم قصير نزار الموميتا وشرف البدوي، ويمكن فيلم منهم يعني اتمنع تقريبا من العرض عشان كان فيه صوره القران مقلوبه. الشركة دي أنا بعتقد إنها إحدى شركات اللي كانت بتمولها إيطاليا أثناء الحرب العالمية الأولى كجزء من سياسة التجسس اللي هي بتحتمي وراء شركات ما. وعشان كده هم اللي ثم العارضين حاجة، بس ده استوديو الأهرام، حاجة من استوديو الأهرام صورة. يعني هذه الشركة مجرد إن الحرب انتهت اتقفلت.
سنة 18. يعني هي كانت جايه بيقولوا عشان الشمس المصريه اتقفلت، اصلها خسرت 25000 دولار. خسرت طبعا لانها بتعمل افلام مش عايزاها ولا الناس هتشوفها، هي بس تواجد بس. دي في النهايه ايا كانت هو اول استوديو سينمائي في مصر، مش مصري بس في مصر، سنه 17. نعم. الرحله طبعا اسكندريه لانها هي اصلا شهدت اول عرض سينمائي، اول عرض سينمائي، اول استوديوهات، يعني هي المكان الاساسي لصناعه السينما في مصر. نعم. كان فيها بعد كده فيلمين في بتاع ده، استوديوهين بتاع الفيزيو روفانيلي وتوجو مزراحي بعدها بسنوات قليله، وبعد كده هم اتنقلوا القاهره. يمكن حضرتك قلت ان في العلامه الفارقه فعلا، يعني احنا عندنا مثلا استوديو توجو طبعا في سنه 24 برضو استوديو مهم. بيومي كان عمل 24. بيومي بيومي ده رائد السينما المصريه الحقيقي. يعني صحيح، يعني المخرج المنتج المؤلف المصور صاحب جريده امون صاحب كذا، بس هو طبعا لانه تعثر مالي اغلق سنه 25. سنه واحده بس. الفيزي بقى عمل بيومي سنه 27. نعم. ارفانيلي برضو في اسكندريه، هليوبوليس، توجو مزراحي عمل بعد كده في هليوبوليس برضو، جت القاهره بقى بعد شويه كله جه القاهره. كانت اول استوديو تعمله مصريه كانت عزيز امير عمل فيه فيلم واحد اظن عندما تحب المراه او حاجه كده او بنت النيل واغلق. العلامه الفارقه الحقيقيه بقى زي ما حضرتك قلت انه استوديو مصر ولما الاخوين لاما ابراهيم لاما عملوا عملوا برضه عملوا استوديو عملوا ما هو كله كان بيعمل اسكندريه ويجي القاهره 27. نيجي نقول انه لو احنا بصينا مثلا لازم برضه نذكر قبل 35 استوديو رمسيس. نعم. سنة 30 يوسف وهبي. سنة 30 يوسف وهبي كان بيصور في المشاهد بتاع زينب الصامتة، فعمل استوديو في زمالك فخر امبابة، يعني حتة أرض وصورها وصوروا فيها مشاهد الداخلية. بعد كده لما جه يصور طوروا سنة 32 وعمل فيه زينب بعد كده تاني، وبدأ فيه شغل تاني مختلف. استوديو رمسيس ده استوديو رمسيس ده استوديو رمسيس الاول اول ما هو بعد كده بقى في استوديو باستوديوهات، يعني هو اشترك حتى استوديو نحاس ما هو كان شريك في الشركه بتاعته. نعم. فالمشوار بتاع الاستوديوهات اللي ما قبل، يمكن بعدها استوديو الشرق برضو اتعمل فيلم جحا ابو نواس في استوديو الافلام الناطقه سنه 32 بتاع الشركه الشرقيه ده قبل استوديو مصر. كل ده قبل استوديو مصر. يعني في كتير قبل استوديو مصر. استوديو لوتس مثلا كانت عامله اسيا، عمل فيه عندما تحب المراه، استوديو صغير برضو. استوديو كاتساروس ده بقى اللي شويه غريب شويه، ده استوديو كاتساروس ده كان صاله مزادات اتحول لاستوديو، استوديو بالمعنى البدائي اللي ما فيش معامل ما فيش حاجه. لكن هي حاجات صغيره كلها بتبقى على القد، مجرد لوكيشن. لوكيشن بتصور عشان تقدر عشان تتحرك فيه الكاميرا. الكاميرا كانت ضخمه جدا. فده مجرد. برضو في مهم قوي استوديو نصيب، يعني من الحاجات الشهيره جدا في هذه الفتره وما بعدها. استوديو نصيب من نص فدان برضو كان بيت عادي صغير، كان فيه معمل وبلاتوهات ومعدات. نصيبيان اتعمل امتى يا استاذ علي؟ اتعمل 35. 35 قبل افتتاح استوديو مصر. استوديو مصر افتتح 12 اكتوبر سنه 35. فبس الاستعدادات بتاعته معاول مع شركه مصر للتمثيل والسينما اختفى نصيبيان. اختفى اعتقد اختفى. يعني هو كان احد الاركان الرئيسيه في صناعه السينما في مصر فتره طويله. تلاقي مثلا تم تصوير مش عارف في استوديو نصيبيان. يعني شفناه بيشوفه كتير على تترات. بدا باول فيلم سنه 37. أول فيلم فعلا صور فيه سنة 37 في نصيبيان. بعد كده بقى جه في سنة 35 بدأ استوديو مصر. استوديو مصر حاجة تانية خالص غير كل ده. استوديو بالمعنى العلمي. طلعت حرب كان عنده بعد نظر في كل حاجة. يعني من أول ما أنشأ البنك وكل ملحقاته من شركات، من أول غازي ونسيج لكذا لكذا لمطبعة مصر، حاجات كتير قوي عملها طلعت حرب من خلال لشركة مصر للتمثيل والسينما اللي هي بعد كده بقت لغايه ما بقت المسرح القومي و يعني حديقة الأزبكية هو ده المسرح اللي بناه برضو. المسرح القومي بناه طبعا شركة مصر للتمثيل المسرح حديقة الأزبكية وبعد كده اتحول. احنا قدام حالة جديدة سنة 35 السينما في مصر
بقى لها يعني 3 عقود ونص. اول استوديو بقى بالمعنى العلمي زي ما بقول لحضرتك، في كل المعدات اللازمه، في بلاتوهات 17 فدان بتاع الصناعه. اه 17 فدان يعني يمكن يعني بال 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 بالامتار يعني 80,000 متر. 80,000 متر يعني حاجه ضخمه جدا. طبعا في كل يعني غرف الملابس، غرف النجاره، غرف الموظفين، غرف الحداده، غرف النقاشه، في كل الاقسام دي اسمها اقسام. وهذه الاقسام كلها كانت موجوده بكل تفاصيلها زي اي استوديو في العالم في هذه الفتره. في يعني استوديو ورنر براذرز، استوديو في البلاد المتقدمه، استوديو كولومبيا، الاستوديوهات الكبيره بتاعت هوليوود، ده نموذج. وعشان كده بعت ناس بره تتعلم استوديو مصر، وجاب ناس من الموجودين خبرات كانت موجوده في مصر تبني وتشوف، واختار مكان بعيد كمان عشان يبقى فيه مساحه للاتساع بعد كده. وقتها طبعا يعني بعيد قوي كان زمان يعني في دلوقتي خلاص الاولاني من شارع الهرم بقى مخنوق. فلما عمل استوديو مصر، استوديو مصر هو كان يعني الحجر الاساس في صناعه السينما في مصر. طب احنا هنتوقف هنا، هنطلع فاصل ونرجع نكمل الرحله ونشوف بقى الحاله اللي احنا وصلنا لها دلوقتي، بقينا ايه بعد 100 سنه من اتصالنا المباشر بالصناعه، الصناعه كصناعه، صناعه السينما. نطلع الفاصل ونرجع. بجد التحيه لحضراتكم مره ثانيه، وهنكمل الرحله مع الاستاذ علي. احنا شفنا دلوقتي في الفاصل كان معروض تصوير من داخل استوديو جلال. هل صحيح المعلومه اللي انا قلتها ان ما تبقى من الاستوديوهات، احنا تقريبا عندنا يعني لو قعدنا نتكلم على عدد المحاولات والاستديوهات واللي راحت كتير جدا يعني يبدو عشرات، اللي فضل منهم 4 استديوهات، استديو مصر، استديو جلال، استديو نحاس، اللي بقى يعني اللي شملوا القرار اللي احنا افتتحنا به الملف ده بانه مبناه يبقى يسجل كمبنى متميز ضمن المباني، قائمه المباني المتميزه، واستديو الاهرام. الاربعه دول في الاربعه الكبار دول اربع في تاني استديوهات اخرى دلوقتي يعني دلوقتي. لا دلوقتي طبعا في استديوهات مدينه السينما، وفي استديوهات يعني ده من الحاجات، استديوهات المدينه الكبيره اصلا اللي هي اللي بتضم جزء من النحاس والمعامل اللي موجوده في ارض مدينه السينما في الهرم برضو. فيها سينما يعني الادوبيس، وفيها يعني مدينه السينما اسمها مدينه الفنون، بيسموها مدينه الفنون، بقى فيها بقى جزء منها استوديو نحاس. طبعا بقى جزء منها استوديو نحاس، لكن دول الاربعه الاسامي اللي هي القديمه التراثيه وما زالت يعني وما زالت حتى الان يعني اذا قلنا بتعمل او لا تعمل، بس هي ما زالت حتى الان مؤسسات قائمه. مؤسسات قائمه مملوكه للدوله. تمام. مملوكه للدوله طبعا بعد التاميم والاشتراء. يعني الدوله اممت اللي هي زي نحاس مثلا كان مملوك لنحاس. ده كان اجنبي. ففي فتره التاميم في بعض الاستديوهات ودور العرض اتاممت، وبعضها الدوله اشترته من الحراسه.
لما كان مفروض عليهم الحراسة والدولة اشترت. الدولة اشترت هو الناطق، هو اللي تصور بعد كده في في نحاس. بمناسبة القرار اللي احنا قلنا عليه في الأول، حضرتك قلت لي من شوية دي حادثة طريفة بالنسبة لاستوديو نحاس. حادثة طريفة بالنسبة لاستوديو نحاس. استوديو نحاس في حكاية الاستئجار الاستوديوهات اللي هي كل البنية التحتية للسينما اللي كانت يعني وما زالت كانت وما زالت حتى الآن في حوزة وزارة الثقافة، أن يعني كل ما أمم كده استولت عليه وزارة الثقافة. نعم. فأصبح هناك عدد كبير، 4 استوديوهات كبار وحوالي 41 دار عرض، كلها أصبحت مملوكة للدولة. فعملوا حكاية استئجار هذه القاعات الاستوديوهات ودور العرض، ومن بينها استوديو نحاس. تأجرها. تأجرها الدولة تؤجرها تأجرت لبعض الشركات الخاصة. وحتى مدينة الإنتاج الإعلامي فوجاز السينما استأجر جزء برضه اللي هو المدينة وبعض دور العرض. وكان من ضمن الحاجات اللي موجودة في هذا الإيجار استوديو نحاس تابع لجهاز السينما في مدينة الإنتاج الإعلامي. نعم. كنا ماشيين في هذه المدينة، أنا كنت شغال في مركز القومي للسينما وفي نفس المكان يعني. نعم. يعني نفس الاريا اللي هي السور ده بتاع المدينه مدينه السينما. فماشي انا ومعايا المرحوم صديقي العزيز صلاح مرعي مهندس الديكور العظيم. واذا بي واحنا ماشيين خارجين من ماشيين لغايه رايحين الشارع بتاع هو كان مكتوب عليك دمان استوديو النيل وحاجات كده يعني. احنا جوه المدينه. جوه المدينه. بس احنا خارجين بقى من قدام باب استوديو نحاس. نعم. رايحين الشارع اللي فيه معهد السينما. نعم. يعني واذا بصلاح يقف في حاله هياج. استاذ صلاح مرعي. صلاح مرعي. في يا صلاح؟ حاله هياج حقيقي. مالك يا صلاح في ايه؟ باصص للواجهه بتاعت الاستوديو وجاله حاله من الذعر. صلاح من الناس اللي يعني مش بس مهندس ديكور، ده معماري في اساسه كمان يعني. في حاجات كتير قوي عن صلاح. أيوة ارحمه. كان شيء فريد يعني. طبعا قعدت اساله يا صلاح في ايه قال لي شفت اللي عملوه في الواجهه؟ ايه ده؟ طبعا بص على الواجهه، عارف حكايه انك انت ده وش شبويا يعني. فكان كنا بنتكلم على الحكايه دي امبارح، احنا بنتكلم على التراث المعماري في وسط البلد. حاجه مذهله. طب انت عايز ده واجهه فريده. عشان كده القرار الوزاري اللي طلع واجهه فريده فعلا. نعم. كان لازم تفضل زي ما هي. ده لحد زي صلاح، زي ما عمل. ما هو صلاح عمل ايه مثلا؟ عمل اللي كان مشرف على شارع المعز. اعاده كما كان. ده فعلا. طبعا صلاح ده بالمناسبه ما كانش بياخد ولا مليم. يعني ده متطوعا يعني، دوب اللي بياخد المصاريف بتاعت الناس اللي بيجاملها يعني. بس حاجه تانية صلاح يعني. بس فعلا ده تشويه كامل كان من الجهاز السينما في هذه الفتره في هذه المساله بدون ان يسال متخصص. ده كان سنة كام ده يا استاذ علي؟ ده من حوالي 7 سنين او 10 سنين. يعني كده. ما هم خدوا الحاجات من تقريبا من 99 يعني لغايه 2019، 20 سنه. مدينه السينما مش مدينه السينما لوحدها. يعني ما هو اتعمل حكايه الايجار دي بما فيها الاستوديوهات الاربعه كبار. وكل مجموعه كان فيها استوديو وكان فيها دور عرض كان فيها بما فيها المعامل بما فيها كل حاجه حسب كل استوديو يعني. وطرحت للايجار مش عارف كان بيسموه التشغيلي او التمويلي حاجه كده يعني لمده 20 سنه على ان بايجار تقريبا رمزي لهذه المجموعات. على ان يتم تسليم هذه حاجه اسمها حق انتفاع كل هذه المنشات الى وزاره الثقافه او وزاره الاستثمار يعني قطاع الاعمال العام. ما هو بعد حل المؤسسه المصريه العامه للسينما اتوزع دم ما هو هي كلها البلوك راح كانت الصناعه فجاه. جاء قرار كانت في فتره تبع وزاره السياحه وتبع ما هي الشركه القابضه. الشركه القابضه اللي كان فيها السياحه والسينما والفنادق والسينما. الحقت يعني شركه مصر للصوت والضوء الحقت يعني الحق يعني. المهم في الفتره دي ما كانش في كان في حوالي صيحات متعدده علشان نخرج من دايره تشغيل هذه المؤسسات واعطاء القطاع الخاص بحيث انه يطورها بمبالغ محدده في العقود
ومقابل ايجار رمزي سنوي. يعني هو ايجار رمزي لانه المفروض انه هيدفع فلوس استثمارات ملايين بقى. يعني انا اذكر مثلا الرقم بتاع جهاز السينما كان 149 مليون جنيه على المفروض ان على 20 سنه. لاحظ ان على 20 سنه معناها المستاجر يدفع ينفق هذه الاموال في تطوير يعني 7 مليون كل سنه. طبعا عملوا تطويرات ما يسمى تطوير، بس تطوير خفيف جدا مش مكلف. يعني دور العرض نفس الحكايه، محدش مكلفها بالمبلغ اللي موجود. و طبعا كان في مشاكل كبير بين شركه مصر صوت الضوء والسينما اللي هي كانت في حوزتها هذه الاشياء واجرتها، وبين المستثمرين المصريين عموما. وكانت الحكايه طول الوقت يعني شد وجذب، في ايجارات بتدفع ما بتدفعش، في كذا في كذا، التطوير ما بيتمش بشكل كافي، ده عمل تطوير باربعه يقول عليه بثمانيه، حاجات كده يعني. وما زالت حتى الان. طبعا حصل ما يسمى بصيحه عاليه جدا، صخب اسمه استعاده اصول السينما الى وزاره الثقافه. هذا حق مش حد يقدر يمالي فيه خالص. بس هي عمرها ما الاصول اللي هي المستاجره، دور العرض. دور العرض والسينمات والاستوديوهات. ده صحيح لازم ترجع تاني. بس هي بترجع بمعنى ايه؟ هي اولا حتى تاريخه لم تخرج من ملكيه وزاره الثقافه، ما هي مملوكه. لا ما هو كان في ناس متصوره انه ده كانت ملك، راحت ملك القطاع انها اتباعت. طبعا كل القرارات للامانه، كل القرارات اللي كانت ملزمه لوزاره الثقافه بتسليم ملكيه هذه المؤسسات الى قطاع العمل العام لم تنجح في التنفيذ، لانه فاروق حسني كان يراوغ كثيرا، وزير الثقافه الاسبق يراوغ كثيرا حتى لا يسلم هذه الاصول، لانه هو شايف انها قرار كان مكحف لما اتنقلت ويجب ان تبقى في وزاره الثقافه. الفرق بين الاثنين في فتره فعلا راحت وزاره قطاع العمل. ما هي راحت قطاع العمل طبعا. بس هو المشكله كانت ايه؟ هي فكره اداره الاصول مش الاصول. يعني الاصول كيف تدار؟ يعني الاصول عندك ملكك. يعني وزاره الثقافه مش بتستعيد ملكيه. لا ده بتستعيد اداره فقط. لانه في تصور انها بتستعيد ملكيه. ولما نقول استعاده اصول يعني ده بشكل عام لما يدي انطباع بانه الملكيه ما عادتش، ما كانتش ما عادتش موجوده، خدوها بينما هي موجوده ولو الاثنين حكومه. لكن ما حدث انه وزاره الثقافه خدتها خلاص. الاتفاقات اللي اتعملت والعقود اللي اتعملت بتاجير هذه الاستوديوهات، الشرط الاساسي اللي كان فيها مقابل اجر رمزي انها يبقى في تطوير وفي استثمارات تضخ فيها طبعا. هذا لم يحدث غالب في اغلب الاحوال، يعني اذا حدث حدث بنسبه ضئيله. لهذا السبب ما الملاحظه اللي انا شخصيا بلاحظها، يعني وانا مشاهد عادي، يعني مهتم شويه لكن مشاهد عادي، انه التصوير. وانا سمعت صديق عزيز يعني قال لي يمكن اسبوعين ثلاثه، ومخرج كبير مش عايز اقول اسمه، قال انه احنا ما بقيناش نصور في الاستوديوهات، اغلب مشاهد اعمالنا ما بقيناش بنصورها في الاستوديوهات، بنصورها اما في بيوت او شقق او في الشارع، يعني المهم انها خارج الاستوديوهات. فانطباعي ان ده بيأثر على جوده الصوره. طبعا طبعا جدا جدا. يعني يعني هذا الانطباع صحيح؟ لا طبعا صحيح 1000%. لانه لان انت لو فكرنا شويه لورا، ولما عمل طلعت حرب الاستوديو عمل ايه؟ كان زمان الكاميرات ضخمه جدا، حركه الكاميرا صعبه، لما بتعمل تبني ديكورات تنزل الشارع بشكل، لما تنزل الشارع سواء خارجي، ما في مشاهد كانت لازم تبقى خارجي. صعبه شويه. في ظروف يعني معدات تقيله وتطنور كبيره المهم ده. انا عايز بس يعني نسيت اقول حاجه صغيره في استوديو مصر عشان يبقى للامانه، انه المستثمر اللي كان في استوديو مصر انفق كثيرا، لكن كان التخريب غير المتعمد او المتعمد، التخريب اللي تم في الاستوديو انه بقى متجرف تقريبا مفيش حاجه. فهو جاب معمل جديد، جاب حاجات كتير جديده. انا اعرف انه صرف ما يقرب من 30 مليون جنيه علشان يعيد، لانه هو مهتم بالسينما، بيحب السينما وعنده فلوس كان. بس دفع كل الفلوس دي ولم ينجح في انه يعيد الاستوديو مصر كما كان، لانه المساله اكبر من الطاقه.
اكبر من يعني قدراته. اه طبعا لانه خلاص نعم. يعني كل الحاجات دي مش عشان لما بقول ان في حد ضئيل مبالغ ضئيله، لا انا بس بعني انه لازم ناس نستثني اللي حاولوا طبعا الحقيقه. هو الاستاذ المخرج كريم جمال الدين ده راجل سينمائي وحابب الحكايه ومش رايح يكسب ولا يخسر، هو عايز يعمل خد استوديو مصر. هو عنده رغبه في ان يعيد لاستوديو مصر بهاء، عنده حافز حافز داخلي يعني داخلي انه هو كان استثناء الى حد كبير. طب النقطه بس المهمه، لان احنا هو المشكله ان احنا الوقت بيضغط علينا، انه بقى في يعني انطباع ربما عند بعض غير المتخصصين انه التكنولوجيا الجديده في التصوير وفي الانتاج السينمائي ما بقتش تحتاج يمكن استوديوهات، هل ده انطباع صحيح؟ لا هي ما بتصور، كل الناس بتصور في استوديوهات اصلا. استوديوهات يعني ايه مكان، اولا انت بتتكلم على المعامل. نعم. ما عادتش محتاجه معمل لطبع وتحميض يعني معظمه دلوقتي ما عادش بيصور 35. بقى في حاجات كتير طبعا كتير قوي جديده. التكنولوجيا عاليه جدا. لكن مكونات الصوره محتاجه تتعمل. محتاج، ما هو لازم انت لازم تبني ديكور. يعني احنا لما نفتكر فيلم العزيمه اللي حاره العزيمه الحاره اللي معموله فيها، اللي كانت معموله في استوديو دي، ما اتصورتش في حاره. طبعا. الفيلم ده جورج سادول المؤرخ السينمائي والناقد السينمائي الفرنساوي الكبير العالمي، يعني يعتبر واحد من اهم 200 فيلم في تاريخ السينما في العالم. وده حركه الكاميرا محدوده جدا والاماكن مغلقه لانه الحيطان حيطان. صحيح. اما في البلاتوهات الحيطه ما بتبقاش حيطه، حيطه متحركه تروح زيها وتحط الكاميرا صحيح. مكانها تحط وتقدر تدي يعني خيال المخرج يعني يبقى حر طليق ان يفعل ما يشاء، يصور من اي زاويه هو عايزها. الاماكن المغلقه، الحيطان الاسمنت اللي برضو اللي كانوا بياخدوها على مدينه الانتاج ان معظمها كان اسمنتي. صحيح. فمهما كانت شكلها من الخارج بس كان ما فيهاش الحركه اللي كانت مطلوبه، المرونه اللي هي مقصود بيها استوديوهات. نعم. والا النهارده لغايه النهارده الاستوديوهات في العالم كله، البلاتوهات داخل الاستوديوهات اتغيرت التكنولوجيا، اتغيرت الكاميرا نفسها، بقى في حاجه تانية. لكن الاستوديو موجود. بس الاستوديو موجود، البلاتو موجود. نعم. لازم نصور. يعني افلام المقاولات اللي افسدت السينما المصريه في الثمانينات كان سبب رئيسي في هذا الفساد الفني، اللي هو مش ما بصوروش في الاستوديوهات، بيصوروا في شقق وغرف وكان حاجه كاميرا محطوطه ما بتتحركش، متكتفه تماما. الله ينور عليك، بالظبط كده التعبير. نعم. الصحيح. والناس الناس اللي قدامها كانها بتمثل في مسرح. مفيش احساس بان انت قدام حركه كاميرا حقيقيه، لا ميزانسين ولا ميزان كادر ولا اي حاجه من هذا النوع. فالجزء ده مؤثر جدا في الجوده الفنيه. الناس اللي بتشتغل قدامها مساحه حقيقيه النهارده ممكن الخارجي، التصوير الخارج الاستوديوهات يعني. نعم. بقى سهل، كاميرات سهله. ده بتصور بالموبايل دلوقتي، مش اي مشكله خالص. نعم. فبقت اسهل بكتير. لكن الاصل يعني النهارده اكبر الاستوديوهات في امريكا مثلا، هوليود، ست استوديوهات الكبار قوي، ما زالت استوديوهاتهم وبلاتيهاتهم موجوده، بيصوروا بامكانيات هائله. بس تظل البلاتو هو البلاتو، بتغير اللمبه دي تجيب لمبه احدث، بتغير الكاميرا بالكاميرا احدث، انما بتغير نظام 35 ولا ديجيتال بتغير احدث، بس البلاتو المكان اللي بيتم فيه التصوير هو هو. والبلاتو بيسمح بالابداع بين طبعا الابداع. خيال صورة. خيال المخرج بينطلق زي ما هو عايز. يعني الاضاءه بتبقى براحتك. حاطط مطرح ما انت عايز تحط اضاءه بتحط. طيب يعني انا عايز احنا الحقيقه الوقت قفل على دينا. قفل كل مره بيحصل معانا كده. طبعا الموضوع ده يعني ممتع بقدر اهميته، بنفس القدر في اهميته هو ممتع كمان، خصوصا لما يبقى الاستاذ علي مشادي هو اللي بيكلمنا فيه. لكن باختصار شديد جدا، احنا قدامنا تقريبا 50 ثانية، هل في إمكانية إن الدولة، لأن واضح إن القطاع الخاص مش بيستسهل، الدولة دلوقتي عندها الأربع استوديوهات. في واحد لسه مستأجر. أنا أعتقد مش عارف بالظبط هم خدوا إيه، بس أنا عارف إن استوديو جلال لسه عند رأفت النهي أو ورثة رأفت النهي الله يرحمه. نعم. الاستوديوهات الثلاثة أعتقد دلوقتي إنهم خدوهم بما فيهم استوديو مصر رجع. اعتقد هذا. انا مش عارف التفاصيل. لانه استردوا قالوا استردنا الاصول. نعم. اللي هو الاستوديوهات ودور العرض في وف، ما اعرفش اذا كانت الفلوس اللي بتاعت التطوير دفعت ولا لا، في صفقه تمت
انا مش عارف حدودها، انا شخصيا مش عارف حدودها. نعم. وما هيش معلنه إن ايه بالظبط يعني. لكن انا اتمنى بصرف النظر عن كل ده ان الدوله ممثله في وزاره الثقافه انها تشوف حل في اعاده اعمار هذه الاستوديوهات. ايوه، اعاده اعمار وتجهيزها بما يليق بيها. ده تاريخ السينما في المنطقه كلها، استوديو مصر، الجامعه السينمائيه التي تخرج منها اساتذه السينما، صلاح ابو سيف من اول نيازي مصطفى وصلاح ابو سيف واحمد بدرخان لا لا انت يعني ده سلسله طويله جدا. صحيح. يعني من اول فيلم الانتاج اللي هو بتاع فريدز كرامب وداد لغايه ما الاستوديو بطل انتاج بقى بيعمل، وهو نواه المؤسسه اللي هي بعد الدوله ما كانت بتدعم. الدوله دخلت في الانتاج بشكل حقيقي وبعد عندها دعم السينما 57 بعد كده بقت المؤسسه العامه للسينما. السينما دي اصلا حدوده طويله برضو، اربع شركات وفكها وتركبها وهيئه وخساره، كلام كتير في السينما يتقال بس مش مجاله يعني. لكن في النهايه انا بتمنى زي حضرتك ما بتتمنى، زي اي واحد بيحب هذه البلد وبيحب زي ما انت قلت احد الاعمده الرئيسيه مكونات القوة الناعمة، اهم مكونات القوة اللي هي اكثر تاثيرا ولانها اصدق. والسينما من وجهه نظري زي الكتاب، يمكن الاعلام جورنال، انما الكتاب اللي يبقى في المكتبه هو السينما، وبدون بنيه تحتيه لا توجد سينما. احنا بنشكرك جدا جدا استاذ علي وعلى هذه الرحله، رغم انها قصيره وكانت المفروض تتسع عن كده، لكن بنشكرك جدا. انا شخصيا استمتعت جدا واظن مشاهدينا كمان. نتقابل الأسبوع الجاي يوم الخميس إن شاء الله في واقعة جديدة وقضية جديدة من الوقائع.